جزاكم الله خيرا. سين صاد الأحساء يقول: يا شيخ، إذا بعت سيارتي واشترطت على المشتري أن لو باعها على غيري وربح فيها فإن الربح يكون بيني وبينه، ما حكم هذا الشرط؟ هذا شرط باطل يخالف مقتضى العقد، فإن المشتري إذا اشترى السيارة بعقد صحيح صارت ملكا له، لا تحجر عليه فيها، تصرف فيها كيف يشاء. نعم.